رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي هنروح نشوف مع بعض تقرير عن الكاتبة والروائية النسوية الأستاذة غادة السمان، وهي طبعا الأديبة اللي حطمت التابوهات التقليدية للمرأة العربية من خلال كتاباتها. خلينا نروح نشوف مع بعض تقرير ونتعرف أكتر عنها ونرجع مرة تانية. شغلتها الحياة بكل ما فيها، فكتبت وأبدعت ونالت شهرة واسعة وذاع صيتها في سجل الأدب العربي. إنها الكاتبة والأديبة والصحفية السورية غادة السمان. كتبت غادة السمان في مختلف القضايا الاجتماعية والإنسانية، ولم تهتم فقط بقضايا المرأة وموضوعاتها، فأبدعت في الكتابة عن الحب والحرب والحرية. بدأت مسيرتها الأدبية مبكراً قبل تخرجها من الجامعة، وكتبت أول مجموعة قصصية لها، وكانت بعنوان عيناك قدري، وذلك في عام 1962. وبعد مجموعتها القصصية الثانية لا بحر في بيروت، سافرت غادة إلى أوروبا وتنقلت بين معظم العواصم الأوروبية وعملت كمراسلة صحفية، فكانت فرصة لها لاكتشاف العالم، ونضجت شخصيتها الأدبية، وظهر ذلك واضحاً في كتابة مجموعتها القصصية ليل الغرباء. ترجمت أعمالها إلى مختلف اللغات وحصلت على عدة جوائز، حيث فازت النسخة الإنجليزية من روايتها بيروت 75 بجائزة جامعة تكساس للكتاب المترجم، كما فازت النسخة الأسبانية منها بجائزة أندلوسيا لأفضل كتاب مترجم. اشتهرت غادة السمان خلال رحلتها الأدبية بأسلوبها الخاص والساحر، والذي تمكنت من خلاله أن تجذب قراءها إلى عالمها الأدبي الخاص والمميز والمثير للجدل. ومن أشهر أقوالها: لم يعد الفراق مخيفاً يوم صار اللقاء موجعاً هكذا.